أنا نسرين اللحام، رئيس منتدى الدراسات المستقبلية لإفريقيا والشرق الأوسط. سعيدة جدا بوجودي في المغرب للمرة الثانية، والتعاون مع إيريس أو المركز الملكي للدراسات الاستراتيجية. في الواقع هذا هو التعاون الثاني مع المركز، أو التعامل معه. في أول لقاء لي مع المركز كان هناك تنظيم لورشة عمل مشتركة بين منتدى الدراسات المستقبلية وإيريس بهدف رصد الاتجاهات المستقبلية بالنسبة لقضيتين مهمين، هي قضية المياه وقضية العشوائيات في منطقة شمال إفريقيا. اللقاء الحالي اللي أنا بشارك فيه هو مشاركة مع خبراء عالميين في مجال المستقبليات لرصد الاتجاهات العالمية على المستوى العالمي باستخدام منهجية الدراسات المستقبلية للذكاء الجمعي. وهذه قضية مهمة جدا، من خلالها ممكن نرصد ما هي التحديات المستقبلية التي تواجهها الدول العربية والمغرب بالذات وجميع دول العالم أيضا. ومن خلال رصد هذه التحديات يمكن تحديد خريطة الطريق أو التدخلات التي يمكن أن نتبناها في سبيل مواجهة هذه التحديات. نشكر إيريس على الاستضافة الجميلة، ونشكر جميع المشاركين ودكتورة فابيان التي قامت بتنظيم هذا الحدث، وأكيد سوف نستفيد منه في منتدى الدراسات المستقبلية وفي مصر وفي الأردن بشكل خاص. ونتمنى دوام التعاون والتفاعل مع إيريس في المستقبل في مشروعات بحثية أخرى فيما يتعلق بالمستقبليات، التي هي مجال هام تخوضه إيريس في المنطقة العربية، والتي بادرت في مثل هذه التداخلات ومثل هذه الفعاليات المهمة التي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير.